أول حاجة نشكركم على الاستضافة ذي الهيلة اللي هوني في البلد الشقيق الجزائر. الحمد لله وصلنا البارح، كانت رحلة طيبة، وصلنا هوني شلف، كانت ما تصورنيش الطقس هكايا، يعني كانت سخونة برشا، أما الحمد لله عرفنا كيفاش يعني نكون ريكوبيري مع الطقس هذايا. كان الاستقبال هايل برشا، يعطيكم الصحة، النزل هايل، كل شيء يعني كانت بيان اورغانيزي. جينا هوني يعني توا بوغ لو مومون باش نلعبوا دي ماتش اميكو افيك الجيري. انا اون كيب جون، جوست لا ماجوريتي دي جوز يعني صغار على الاخر، جوست عندنا دو او تخوا جوز يعني اكسبريمونتي. الحمد لله يعني هذه اول مشاركه لينا يعني كيكيب في لي جو ميديتيرانيان. ان شاء الله نكونوا نقدموا مردود به، واللاعبات اللي معانا يعني يستغلوا الفرصه هذه، وكل وحده تقدم مردود اللي عندها. مازال الاوبجيكتيف نتاعنا يعني نحضروا الفريق هذايا ان شاء الله، يعني بعد سنتين ثلاثة سنوات يعني ان شاء الله تكون فريق مكتمل، ومازالت عندنا برشا خدمه، وان شاء الله نرجعوا الفريق ونرجعوا المنتخب التونسي يعني في مكانته الاصليه على يعني على البوديوم. بالنسبه للمجموعه اللي طحنا فيها ما عنديش فكره الحق يعني على الفريق، نعرف اليونان مصر ومقدونيا، الحق يعني نعرفوا كاين شويه مصر، الفريق الاخرين مازال ما عنديش فكره عليهم. كما قلت لك يعني نقدموا، يلزمنا كل وحده تقدم اللي عليها، نطبقوا يعني الوحده التوصيات نتاع المدرب نتاعنا، كل وحده يلزم تاخذ فرصتها، الفريق مازال شاب على الاخر، ونستغلوا هذه الفرصه اللي جينا عليها، وان شاء الله نقدموا المردود اللازم، وان شاء الله نشرفوا الراي التونسي ان شاء الله. السلام عليكم، جيمور زهره لاعبه فريق وطني. رانا نحضروا هنايا في الالعاب بحر الابيض المتوسط، جاوا عندنا ليكيب تاع تونس، رانا نلعبوا لي ماتش امبيكو معاهم، ورانا نحضروا بيان، وان شاء الله تكون فايل علينا. الفرق اللي طحنا معاهم فرق قويه، وان شاء الله نلعبوا ونحطوا قواش عندنا باش نجوزوا الدوزيام تور. والوبجيكتيف تاعنا سي شامبيون دافريك 2023، رانا نخدموا بوغ باش نجيبوا لا كوب الجزائر ان شاء الله. بورم استقبلونا احسن استقبال هنا في تشلف، ولايتي اللي نفتخر بها، لوتيل مليح، وبرك شويه درجه الحراره مأثرة علينا شويه. Donc bonsoir, c'est Ben Salem Zohra, athlète du MCA. Donc voilà, pour le stage de Chlef, c'est notre deuxième journée, tout se passe très bien. Donc les conditions en guerre, je pense qu'on a toutes les commodités pour bien préparer les Jeux méditerranéens. Donc l'hôtel, la salle, les moyens de récupération, franchement on remercie vraiment les gens de Chlef et notre fédération qui a pu organiser cela. Et voilà, donc par rapport aux préparations, donc on a le premier match amical avec l'équipe tunisienne qu'on a déjà rencontré au mois de mars. Donc on a fait un stage de préparation en Tunisie. On a pu voir leur niveau. Inch'Allah, on va essayer de faire mieux que le dernier stage. On va essayer de gagner, de se corriger et tout ça par rapport à nos objectifs qui est de gagner l'Espagne, le jeu méditerranéen, Inch'Allah. Parce qu'on a quand même la Turquie, la Serbie, l'Italie, c'est des grandes nations du volleyball, vous les connaissez, donc elles sont les trois premières du championnat mondial, du volleyball mondial. Et voilà, donc on va essayer quand même de progresser match par match, essayer de gagner ce match, comme ça on va pouvoir, Inch'Allah, passer au deuxième tour. Voilà. Des objectifs, c'est de gagner l'Espagne. Voilà, comme ça, on va passer au deuxième tour et Inch'Allah, on va croiser avec soit l'équipe tunisienne ou égyptienne et peut-être on va y aller loin, hein, on ne sait pas. On se projette, on voit grand comme ça, Inch'Allah, on va faire un bon résultat. Mohamed El Meslemani, l'entraîneur local, le Fariq Tounsi, Kobrayet. Nous الجهة الجزائرية والجامعة الجزائرية على الاستقبال الهائل منذ المطار،
حتى للمدينة الشلف. النزل جيد، الأكل معناه باهي وفي مستوى الرياضيين، القاعة معناها مع السخانة والواحد ما توتي سوبورتابل، وإن شاء الله نعديو أيامات باهية، خاصة عندنا الفريق الجزائري باش نلعبوا معاه ثلاثة مقابلات، اليوم باش نلعبوا مقابلة ونهار 20 غدوة ونهار 22، دونك نتمنى الحظ السعيد للفريق التونسي والفريق الجزائري اللي باش يشاركوا في الألعاب المتوسطية في وهران. بالنسبة للألعاب البحر الأبيض المتوسط، ألعاب دائما ألعاب هائلة بالنسبة للفرق المغاربية، لأنها تتلاقى مع الفرق الأوروبية ومن أحسن الفرق الأوروبية، ويخلي المستوى متاع الفرق المغاربية تتحسن بالاحتكاك هذا، وان شاء الله تكون. احنا تو مازلنا ما مشيناش لوهران ونشوفوا كيفيه التحضير، ما نظن انه الجزائر دائما في المستوى في التنظيم، تكون ديما في المستوى في التنظيم، وباش نكونوا جميعا فرحانين بالملتقى في وهران. بالنسبه للمجموعه نتاع الفريق التونسي اللي باش تضم مقدونيا واليونان ومصر، باش تكون انا ما نعرفش، ما عنديش فكره على الفريق اليوناني وعلى الفريق المقدوني، باش تكون معناه منافسات جيده، والفريق التونسي مطالب باش يعطي احسن مردود اللي نجم يخليه يكون في مستوى مشرف. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، احنا يعني التربص التحضيري هنا في ولايه شلف، بدينا يعني تربص يعني البارحه، يعني عندنا تربص يعني بين فتره 18 الى 22 جوان 2022، ويعني الحمد لله يعني رانا في ولايه شلف، يعني وين كل كما يقولوا الظروف، يعني كل الظروف يعني متاحه، يعني تحضير جيد يعني الالعاب البحر الابيض المتوسط، يعني بكل صراحه يعني كما نقولوا السلطات والمحليه ورئيس الفيدراليه ونائب الرئيس وكل اتحادي يعني قابض بالمجهود، يعني باش يحطونا في احسن ظروف، والحمد لله الى حد الساعه يعني كما نقولوا احنا كسوا يعني في الفندق ولا يعني في القاعات يعني المختصه للتدريبات، ويعني كل شيء يعني يمشي، يعني كل شيء يعني الظروف يعني متاحه باش يكون يعني تحضير جيدا. وعلى كل حال احنا هذا التحضير يعني رايحين، هذا هو التحضير الاخير، يعني هذا هو التربص الاخير يعني قبل ما نروحوا يعني لولايه وهران ان شاء الله في 23 جوان، وتربص هذا يعني رايحين نديروه يعني مع الفريق التونسي، يعني يعني برمج لنا يعني ثلاثة مباريات، وان شاء الله يكون فيها يعني ثلاثة مباريات يعني تحضيريه يعني الالعاب البحر الابيض المتوسط، وكما نقولوا احنا هنا هو التربص الاخير، وكما نقولوا احنا لوبجيكتيف يعني رقم واحد هو يعني وضع يعني اخر لمسات وتكتيكيه للفريق، ونشوفوا يعني المستوى نوصل فيه يعني الفريق الوطني، ونشوفوا جاهزيه اللعيبات، ونشوفوا جاهزيه الفريق، وان شاء الله يعني يكونوا في ثلاثه مباريات هذو نكونوا كما نقولوا احنا نكونوا وضعنا اللمسات الاخيره يعني تحضير جيد لالعاب البحر المتوسط. ويعني بكل صراحه احنا يعني الفريق الوطني يعني بدينا التحضيرات يعني الالعاب البحر المتوسط، بديناها يعني في شهر 2 جويلية يعني في سنه 2021، وهذا تربص يعني رقم 14، درنا تربصات يعني كنا نديروا يعني درنا تربصات خمس تربصات يعني في الصيف 21، ودرنا تربصات كل شهر كنا نديروا يعني بتربصات ثلاث الى اربعه ايام، وفي الفترة الأخيرة هذه بدنا يعني أول تربص بديناه في 16 جوان، يعني من بعد بطولة البلاي أوف بدينا في شهر جوان، درنا تربص يعني درنا تربصين يعني في ولاية الجزائر، تنقلنا إلى 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 بلد مصر، درنا يعني أربع مباريات ودية مع الفريق المصري يعني بين فترة 1 إلى 8 جوان. درنا التربص الرابع يعني كملنا التربص الرابع في ولايه بجايه بين الاسبوع الماضي، وهذا التربص الاخير تاعنا يعني تحضير الفريق لالعاب البحر الابيض المتوسط. لحسن الحظ يعني لحد الساعه يعني ما عندناش يعني اصابات في الفريق الحمد لله. الجهاز يعني الطبي يعني كما نقولوا احنا الدكتور الفريق ولا يعني الاختصائيه في يعني في كينيزي ترابوت يعني قاموا بالعمل تاعهم،
ولا حسن الحظ يعني واللاعبات يعني كما نقولوا حنا الزومبيا رياجي الحمد لله. كان فيه تحضير مليح وهذا السبب يعني كان التحضير فيه وكان يعني كما نقولوا حنا الفريق الطبي قام بالعمل تاعو هذا اللي خلانا يعني ما يكونوش الاصابات يعني الحمد لله الى حد اليوم.